باقي من الزمن تقريبا 3 أسابيع، كلام طبعا على مواجهة مصر والسنغال، وده يزود شوية من تركيزنا واهتمامنا بالفقرة الخاصة بالجي بي اس في يعني في متابعة محترفينا في الخارج عشان نطمن عليهم على مستوياتهم قبل طبعا ما يشاركوا مع منتخبنا الوطني، ونتمنى ليهم مزيد من التألق في الفترة اللي جاية. بس قبل ما نروح للجي بي اس ونشوف أخبار محترفينا في الخارج إيه، اسمحوا لي أرحب بضيوفنا الأعزاء محللي الكرة العالمية فاروق عصام. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا أحمد. أهلا وسهلا بيك. ووسيم احمد طبعا بيشرفنا، اهلا بيك وسيم. اهلا بيك يا استاذ احمد، واهلا بكل الساده المشاهدين. جهز لنا النهارده انت دور جوهره صح؟ فعلا ان شاء يعني الله. الارقام والحكايات اللي انا شفتها يعني مفاجاه ان شاء الله، تابعونا هنعرضها على حضراتكم. بس تعالوا نبتدي وناخد جولتنا في الجي بي اس، والبدايه هتكون في انجلترا وتحديدا في ليفربول مع نجمنا طبعا اللي مكسر الدنيا في انجلترا محمد صلاح. كلنا تابعنا طبعا محمد صلاح في نهائي الكاراباو كاب او نهائي كاس الرابطه الانجليزيه، واللي شارك فيه محمد صلاح بشكل اساسي امام تشيلسي. مباراه استمرت ماراثونيه، يعني دي المباراه اللي يطلق عليها ماراثونيه، 120 دقيقه وبعدها ضربات جزاء، كل الفرقه سددت حتى حراس المرمى، ولكن اخفاق كيفا حسم اللقب لصالح ليفربول. ماتش انتهى بنتيجه 11-10، ركلات ترجيح طبعا، ومعدل تقييمه في المباراه دي كان 7 درجات. كان ليه محاولتين على المرمى، كان ليه واحده منهم خطيره جدا وكان ممكن تدخل، لكن يعني مش فاكر روديجر تقريبا اللي شالها من على خط المرمى في اللحظه، او تياجو سيلفا هو اللي شالها في اخر المباراه. دقه التمريرات بلغت 74%، 20 تمريره صحيحه، نجح في 4 التحامات ارضيه من قصد 9، ونجح في التحام هوائي 1 من قصد 3، وخسر الكره 13 مره وصنع فرصه وحيده خلال المباراه، ورفع رصيده من البطولات مع ليفربول ل5 بطولات، دوري انجلترا او بريمير ليج، دوري ابطال اوروبا او تشامبيونز ليج، السوبر الاوروبي او السوبر كاب، كاس العالم للانديه، وكاس الكاراباو، ده اللقب الاخير اللي حققه صلاح مع ليفربول. من صلاح نروح ل تريزيجيه تركيا، وتريزيجيه الحقيقه يمكن استعاد جزء كبير جدا من مستواه في الفتره الاخيره، وشارك وكان مؤثر الحقيقه في مشاركته مع فرقته، بيلعب طبعا مع اسطنبول بشاك شهير، شارك اساسي في المباراه الاخيره لمده 77 دقيقه في المباراه اللي جمعته امام فتح قره جمرك، والماتش ده انتهى بخساره اسطنبول بشاك شهير بنتيجه 2-1، وتريزيجيه هو اللي احرز هدف فريقه خلال اللقاء، وقدر كمان يعمل او يخلق فرصتين. كان ليه 26 تمريره سليمه من اصل 32 تمريره بنسبه دقه 81%، وقدر يساهم كمان في انقاذ فرقته من 3 فرص، اخفق في 9 التحامات ارضيه ولم ينجح في المراوغه، واسطنبول بشاك شهير بيحتل حاليا المركز الثالث برصيد 46 نقطه. هنفضل في تركيا بس هنسيب تريزيجيه ونروح لمصطفى محمد جلاتا سراي التركي. مصطفى محمد واحد من اختيارات كيروش طبعا، شارك في الماتش الاخير لفرقته لمده 57 دقيقه، والمباراه دي جمعت جلاتا سبور بريزا سبور التركي. الماتش ده انتهى بفوز جلاتا سراي بنتيجه 4-2، ومعدل تقييمه في المباراه دي كان 6.8 درجه. كان ليه محاوله وحيده على المرمى خلال المباراه، وكان ليه 10 تمريرات سليمه من اصل 11 تمريره بنسبه دقه 91%، قدر يعمل فرصتين او يخلق فرصتين في المباراه، ونجح في التحام هوائي 1 من قصد 3 التحامات، وجلاتا سراي بيحتل حاليا المركز 12 برصيد 35 نقطه. لسه في تركيا اللي بتضم طبعا اكبر عدد من اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، وهنسيب جلاتا سراي ونروح ده احمد حسن كوكا اللي شارك طبعا امام الانيا سبور في الدوري التركي. احمد بيلعب لكونيا سبور، شارك في مباراه الفريق الاخيره وللاسف انتهت بخساره ثقيله بنتيجه 5-1، معدل تقييمه في المباراه دي كان 6.6 درجه. كان ليه محاوله محاولتين على المرمى، منهم مره وحيده بين القائمين وجت في العارضه، وكانت خلال المباراه دي كان ليه 9 تمريرات صحيحه من اصل 10 بنسبه دقه 90%، نجح في الفوز بالتحام هوائي 1 من اصل 4، وكونيا سبور حاليا بيحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطه وبفارق 17 نقطه عن ترابزون المتصدر للبطوله، وكونيا سبور هيواجه جلاتا سراي فرقه مصطفى محمد في الدوري في المباراه اللي جايه. هنفضل تركيا برضو، ولكن هنروح لاحمد ياسر ريان، ولا ده احمد ياسر ريان فعلا. احمد ياسر ريان شارك لمده 10 دقائق بس في مباراه فريقه الاخيره
لجامعه فريق التاي سبور امام جازنتاب في الدوري التركي، والمباراه دي انتهت بفوز فريق احمد ياسر ريان التاي بنتيجه 3-2. معدل تقييمه كان 6.6 درجه، وشارك مع فرقته في 18 مباراه، احرز خلالها 4 اهداف وصنع هدف وحيد. التاي حاليا بيحتل المركز 18 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطه. من احمد ياسر ريان هنروح لكريم حافظ. كريم حافظ اللي بيلعب لمالاتاي سبور وشارك كاساسي في المباراه الاخيره لفرقته لمده 90 دقيقه، والفريق والمباراه دي كانت امام هاتاي سبور. المباراه دي انتهت بخساره فريق كريم بنتيجه 5-2. تقييمه في المباراه كان 6.9 درجه، معدل تقييمه في المباراه، ومرر 40 تمريره منهم 31 تمريره صحيحه بنسبه دقه 78%. لعب 6 كرات عرضيه منهم 2 عرضيه سليمه او صحيحه، ونجح في 4 التحامات ارضيه من اصل 7، وانقذ فريقه من فرصه وحيده خلال المباراه. ومالاتاي سبور بيحتل حاليا المركز ال20 والاخير في جدول الترتيب. في تركيا كان فاضل لنا كهربا، لكن كهربا لم يشارك هذا الاسبوع مع فرقته. وفي السعوديه طبعا احمد حجازي مع اتحاد جده غايب بسبب الاصابه، فهنعدي على المانيا ونروح لشتوتغارت الالماني. عمر مرموش لاعب فولفسبورغ الالماني والمعار لشتوتغارت، شارك كاساسي لمده 86 دقيقه في مباراه فريقه الاخيره امام هوفنهايم، والمباراه دي انتهت بخساره شتوتغارت بنتيجه 2-1. معدل تقييم مرموش كان 6.4 درجه، نجح في المراوغه 3 مرات من اصل 7 محاولات، فاز ب6 التحامات ارضيه من اصل 16 التحام، وفاز ب4 التحامات هوائيه من اصل 6 التحامات هوائيه. مرر خلال المباراة 26 تمريرة منهم 15 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 58%، وشتوتغارت حاليا بيحتل المركز ال17 في البوندسليغا برصيد 19 نقطة. نختم جولتنا مع مصطفى محمد التعاون السعودي. ومصطفى الحقيقة بدأ مشواره، مصطفى فتحي أنا آسف، بدأ مشواره الحقيقة بحالة تألق وتوهج كبيرة جدا مع فريقه التعاون، وشارك الحقيقه لمده 21 دقيقه في مباراه الفريق الاخيره اللي تعادل فيها فريقه امام الطائي في الدوري السعودي. المباراه انتهت نتيجه 1-1، ومعدل تقييم مصطفى فتحي كان 6.6 درجه. كان ليه 5 تمريرات سليمه من اصل 7، حاول مره وحيده على المرمى. التعاون حاليا بيحتل المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطه. دي كانت اخبار محترفينا في الاسبوع الاخير، وخليني اروح لفريق التحليل معانا النهارده، وخليني اسمع